يقول: إذا سألت عالمين نفس السؤال وكان الجواب مختلفا فبأيهما أعمل؟ أولا لا تسأل أكثر من واحد، تخير واحد ممن تثق بعلمه ودينه واسأله ويكفيك هذا، لا تسأل ثاني ثم تتحير بعد ذلك. ثانيا إذا قدر أنك سألت اثنين واختلف في الجواب فإنك تنظر أيهما أعلم وأتقى لله وتأخذ لفتواه.